امبارح كمان انطلقت مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري القسم الثاني ألف. امبارح كان في 5 مباريات، اقول لحضراتكم نتائج المباريات وموقف كل فريق. امبارح وصل المنصورة نزيف النقاط بشكل كبير جدا وخسر 3-0 امام المصرية للاتصالات، واصبح موقف المنصورة بالخسارة دي صعب جدا لانه في مؤخرة جدول الترتيب مع نقطتين بس مع كابتن ايمن المزين اللي رحل عن تدريب الفريق. في المقابل رفع المصرية للاتصالات رصيده للنقطة 15 مع كابتن عمرو أنور. فوز كبير ومهم للمصرية للاتصالات أمام فريق جماهيري هو نادي المنصورة. خلينا نشوف لقاءات مع بعض لاعبي المصرية للاتصالات بعد الفوز على المنصورة قالوا إيه، ونرجع مرة تانية مع حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الحمد لله، ده رزق بتاع ربنا، تعب اللعيبه في الملعب وتعب جهاز فني، الحمد لله ربنا قدر وكسبنا الحمد لله. اتعهدنا قبل الماتش اللي احنا بنلعب فريق كبير، فريق عريق ليه اسم كبير طبعا، وكل هم عندهم كبوه يقدروا يطلعوا منها ان شاء الله. تعهدنا مع اللعيبه اللي احنا النهارده نقدر ان شاء الله نعمل حاجه باذن الله. المكسب بيجيب مكسب، 3 مكاسب على التوالي الحمد لله، تدينا دفعه معنويه قدام شويه. الحمد لله ربنا كرم، ونركز في اللي جاي ان شاء الله. محمد، وانت خارج بعد طبعا الاداء اللي انت قدمته، جماهير المنصوره نفسها كانت بتحييك وانت خارج، واضح ان في حب كبير قوي ما بينك وبين جماهير المنصوره، وايضا انت ما احتفلتش بالهدفين اللي انت سجلتهم، تعليقك ايه على اللقطه دي؟ بص والله الحمد لله، انا كده كده كنت واحد منهم، دول كلهم اخواتي وحبايبي، انا كده وانا صغير كنت واحد من جمهور المنصوره، كنت بروح ورا المنصوره في كل حته، وده ناديه صاحب فضل عليا بعد ربنا، فبحمد ربنا يعني دي اقل حاجه اقدر اعملها ليهم، ان انا يعني ما اقدرش احتفل قدام بلدي قدام يعني نادي هو اللي عمل اسم محمد شاهين بس، الحمد لله. الحمد لله، اول حاجه على المكسب وعلى الاداء، احب اشكر الجهاز الفني واحب اشكر مجلس الاداره واشكر اللاعيبه على المكسب، والحمد لله الحمد لله انا على الاداء، وبقالنا 3 ماتشات مجهدين في الماتشات، يعني 3 ماتشات في 10 ايام، بس الحمد لله يعني اللي جت على قد كده. عايزك بقى تكلمني عن ادائكم النهارده، واضح ان انتوا يعني لحد الدقيقه الاخيره الدقيقه 90 وانتوا واقفين ما شاء الله على رجليكم، بدنيا كنتوا كويسين جدا، هل ريحتوا ولا كان التدريبات كانت استأنفتوا التدريبات على طول بعد المباراه الاخيره؟ والله الكابتن عمرو اتكلم معانا قال لنا الفرقه الكويسه اللي عندها سكواد كويس هي اللي هتعمل حاجه في ال3 ماتشات دول في ال10 ايام، تستشفى كامله، تنام كويس، تاكل كويس، الفرقه اللي هتقدر تكمل، بس الحمد لله. طموحاتك بقى اخيرا وطموحات نادي المصرية للاتصالات في دوري المحترفين؟ احنا اول طموح لنا الصعود ان شاء الله، الصعود ان شاء الله. المباراة الثانية كانت في استاد طنطا الرياضي اللي جمعت ما بين طنطا مع القناة، انتهت بتعادل السلبي عشان يرفع طنطا رصيده للنقطة السادسة مع كابتن خالد عيد. في المقابل رفع القناة رصيده للنقطة 12 مع كابتن احمد العجوز. المباراة الثالثة اللي جمعت اسمين كبار جدا، منتخب السويس طبعا مع المقاولون العرب، نجح المقاولون العرب في العودة بنقاط المباراة الثلاثة بعد الفوز بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، رفع بيهم نادي المقاولون رصيده مع كابتن محمد مكي للنقطة 17، في المقابل توقف رصيد منتخب السويس عند النقطة 9 مع كابتن أحمد عبد المقصود اللي تقدم استقالة امبارح بسبب الأزمة المالية الطاحنة اللي بيمر بيها الفريق.
المباراة الرابعة كانت ما بين بروكسي مع السكة الحديد، وشهدت فوز بروكسي 2-1 عشان يرفع بروكسي رصيده لنقطة 12 مع كابتن محمد حامد، وتوقف رصيد السكة الحديد عند النقطة التامنة بعد ما قبل مجلس إدارة نادي السكة الحديد استقالة كابتن عبد الرؤوف وتعيين كابتن أمين المزين مديرا فنيا بعد رحيله عن المنصورة. المباراة الأخيرة جمعت رايا مع سبورتينج وانتهت بفوز رايا بهدف دون رد، رفع رصيده لنقطة التامنة وتوقف رصيد سبورتينج عند النقطة التاسعة، ولسه عنده مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة. النهاردة في 5 مباريات، أسوان هتقابل بترول أسيوط الساعة 2:30، في نفس التوقيت ديروت هيقابل بلدية المحلة، وأبو قير للأسمدة هيقابل كهربة الإسماعيلية، ولافين هيقابل الترسانة، والساعة 5 مباراة وحيدة وادي دجلة هيقابل الداخلية.